من الواجب أن تكون في البداية ديال شهر سبتمبر كما ينص عليه القانون. لاحظت اليوم المهزله ديال مقاطعه سيدي بليوط بحيث انه مرت هذه الجلسه في ظروف مشحونه، وذلك بسبب التسيير ديال الرئيسه الذي لا يرقى الى المستوى المطلوب، بحيث انه الاثنين الماضي قرر المجلس على ان تجتمع في جلسه ثالثه يوم الاثنين 2 اكتوبر، الا انها بعد غيابها وحضرت يوم الثلاثاء قررت على ان يكون الاجتماع يوم الاربعاء، وفعلا اجتمعنا يوم الاربعاء على اساس ان نناقش حساب النفقات، الا ان الرئيسه كان لها راي اخر هو ان تمرر هذا نمر الى التصويت دون مناقشه، وهذا فيه خرق سافر واستهتار بمصلحه المواطن وكذلك بدور المستشار الذي من واجبه ان يتساءل عن الارقام ويدلي بها الى المواطن الذي وضع الثقه فيه. لحد الساعه نرى ان مقاطعه سيدي بليوط تمشي في الهاويه، ويجب ان يعلم الجميع السلطات وكل من له امر بهذا الشان انه يجب ان يتدخل، يجب التدخل فورا، والا سنصل الى ما يحمد عقباه بمقاطعه سيدي بليوط، وهذا لا يليق بمقاطعه سيدي بليوط اللي هي جماعه سيدي بليوط سابقا التي كانت رائده بمدينه الدار البيضاء، والان هي تعتبر في الحضيض بالنسبه للمقاطعات الاخرى بالدار البيضاء. الرئيسه ليس لها راي في اي هذا، انها تقوم باراء الاخرين، هناك من يمنع لها في الكواليس تتسير ب عبر الهاتف او تيليكوموند، دير هذه ما ديرش هذه، وهذا لا نرضاه لمقاطعتنا، لان مقاطعه كان فيها رؤساء سابقون في مستوى المطلوب، الا ان هذا المجلس له رئيسه لا تعتبر انها في المستوى ديال مقاطعه سيدي بليوط. اليوم شهدنا مهزله على اعتبار انه المقرر ديال المجلس كان بتاجيل الدوره نهار الاثنين، جات السيده الرئيسه كانت في حاله غياب، جات اليوم بدعوى ان السعر ديالها توفى وجايه كتبكي وهذا وتعاونوا معنا، فائده بها تفاجئ الجميع بان بغات تدوز للتصويت في غياب المناقشه ديال المختص المالي بدعوى ان مجلس المدينه. اليوم ما يحدث في مقاطعه سيدي بليوط اليوم كان الفصل الاخير، الفصل الاخير انه اتضحت الرؤيه حتى للاعمى اتضحت له الرؤيه، ان الرئيسه وبعض الاعضاء المستفيدين من هذا المختص المالي واللي تحوم حولهم مجموعه من الشبهات اللي هي موضوع مراسلات المجلس الجهوي ووزاره الداخليه مازال ما بدش فيها، هما من يسيرون. اليوم رفضنا لهذا المختص المالي هو قرار جاء في اللحظه، لانه حنا كنا كنطلبوا بالمناقشه، ونقول اكثر من هذا ان من يتحكم في مقاطعه سيدي بليوط هو سعيد الناصري لغايه الان، رغم انه عضو بدون مهام داخل مقاطعه سيدي بليوط، ولكن هو الذي يتحكم.